بروفيسور عيشة عبد العزيز، اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الحساسية، أستاذ سابق بكلية الطب الدار البيضاء. هذا المرض ديال كورونا فيروس اللي كاين حاليا على الصعيد العالمي، يعني المرض تبقى الأعراض ديالو باينة، يعني الإنسان مثلا ملي تيتعادى تيدخل لهذا الفيروس عن طريق الأنف ديالو ولا عن طريق الفم ديالو من شخص آخر اللي عاداه، وغادي نشوفوا كيفاش يتعدى الإنسان. الأعراض ديالو تبقى بسيطة جدا، يعني يكون هناك أولا ارتفاع ديال الدرجة ديال الحرارة توصل حتى 38 39 39.5. ارتفاع ديال درجة الحرارة هي مسألة مهمة جدا، ممكنش نتكلموا على مرض كورونا فيروس إذا ما كان لك ارتفاع ديال درجة الحرارة. ثانيا هناك صداع في الرأس، آلام في المفاصل كجميع الفيروسات ديال هادشي كله، إنما كاين أيضا هناك واحد السعال جاف، هذا تعني بأن هذا المرض ديال كورونا فيروس توصل الجهاز التنفسي، توصل للرئة وتخلق التهاب في الرئة. هادو هما الأعراض اللي كاين فيما يخص فيروس كورونا، ولكن كاين أعراض أخرى تتكون خاصة فيما يخص كورونا فيروس اللي هي أمراض هي أعراض الجهاز الهضمي. تكون هناك في بعض الأحيان تقيؤ، الإنسان تيتقيا، ولا تيكون إسهال أيضا. هذه هي الأعراض اللي فيما يخص بأن تقول لنا الأعراض بأن الإنسان عنده ان فيروس في الجسم ديالو، واش كورونا ولا انفلونزا. هنا تيبقى مساله التحاليل هما تيبينوا واش كورونا فيروس ولا فقط انفلونزا عاديه. لا داعي للخوف اولا، لان حاله وحده يعني ماشي شي حاجه خطيره جدا، لان حاليا حاله وحده مساله بسيطه جدا. وانا من هذا المنبر ديالكم خاص المجاهدين ديال المغاربه بانهم ما خصهمش يخافوا وما خصوش يكون هناك واحد الهلع، لانه حاله وحده راه ماشي شي حاجه خطيره بتاتا، حاله وحده وغيكون حالات، ولكن شي ما خصش يخلعنا بهذه الدرجه هذه. انما كيفيه الانسان كيفاش تيتعادى بهذا الفيروس هذا، هذه مساله مهمه. خصنا نعرفوا اولا تيتعادى عن طريق انسان هو اللي تيعادي انسان اخر. كيفاش يعادي المريض اللي تيكون عنده الكورونا؟ تيكحب وتيعطس، وملي تيعطس وتيكحب هذوك الفيروسات ديال الكورونا تيخرجوا للوجود، تيخرجوا مثلا عند الانسان، تيخرجوا مثلا الغرفه، اما تيكونوا تيطيحوا مثلا فوق الطاوله، فوق المكتب، فوق الاورديناتور، فوق الزربيه، لان هاد الفيروسات ديال الكورونا ما تيمشيوش عن طريق الهواء، ماشي بحال انفلونزا. هذوك الفيروسات تيمشيو عن طريق الهواء، الانسان لك حتى تيمشيو عن طريق الهواء. انما فيما يخص كورونا هاد الفيروسات تيخرجوا وتيبقاو لاصقين مدة تقريبا 12 ساعة حتى 24 ساعة فوق. مثلا ملي كحب الإنسان مثلا قدام في المكتب تيبقاو هنا في المكتب، إلا كحب مثلا في غرفة النوم تيبقاو في غرفة النوم في الزربية ولا في السرير، إلا كحب مثلا في المرحاض تيبقاو في المرحاض. وإن الإنسان كيفاش تيتعادى؟ تيتعادى بالأخص عن طريق اللمس، يعني مثلا مشى شي بلاصة فيها مثلا لافابو ديال مثلا دار يديه هكذا، ولا مشى للزربية ولا شي حاجة، هذاك الفيروسات تيسقوا له في يديه، ولا مشى تاع مثلا حك نيفو او لا حك الفم ديالو، هاد الفيروسات تدخل للجهاز التنفسي. باغي نشير لواحد الاحتمال، هو انه ربما انسان عادي اخر بالاخص الا كان قريب منه بزاف، ما يكونش فايت اكثر من امتر. الا كان قريب ليه مثلا بزاف، يقدر الانسان مثلا اللي كان عنده الفيروس ديال الكورونا الا عطس ولا كحب بزاف ممكن يتعدى الانسان مباشره، ولكن الا كان قريب بزاف، الا كان بعيد الفيروس يبقى يعني في الارض او في الزرابي او في الموكيت او. انا شخصيا متفائل لان وزاره الصحه قامت بالاشغال ديالها، وهناك مستشفيات مجهزه في هذا الصدد في هذا المشكل ديال الكورونا فيروس، والمراقبه الصحيه اللي كاينه حاليا على صعيد المطارات ولا على صعيد الموانئ في المغرب هي مراقبه صحيه ناجعه. فقط بغيت نشير لواحد السؤال اللي طرحوه الناس اليوم، علاش هذاك السيد ملي دخل من المطار ما اكتشفوش الفيروس ديالو؟ علاش؟ لانه السيد ما كانش عنده ارتفاع ديال درجه ديال الحراره. أنا ذكرت لها في البداية بأن المراقبة الصحية المراقبة تنتبه بالأخص إلى ارتفاع درجة الحرارة. لو كان الإنسان مثلا خارج من المطار الحرارة ديالو عادية 37، يعني هذيك الآلات ما يمكنش تعرف بأن هذا السيد عنده مثلا كورونا فيروس. هذه يعني مسألة باغي نشير لها. المسألة الأخرى هو أنه الإنسان مثلا يقدر يكون فيه هذا الفيروس دخل الجسم ديالو، ولكن تيبقى تقريبا من بين 24 ساعة حتى الخمس ايام ست ايام ما كاينش اعراض وما كاينش ارتفاع ديال الدرجه ديال الحراره. هذاك الشيء علاش يديروا داك الحجز الصحي لمده 14 يوم باش نشوفوا نيت واش كاين كورونا فيروس ولا ما كاينش كورونا فيروس. اولا نعطيك واحد الفكره معينه على كورونا فيروس بانه فيروس غير قاتل، لانه تقريبا اكثر من 90%
ديال الناس اللي تصابوا بكورونا فيروس سواء في الصين او في كوريا الجنوبيه ولا في ايران ولا في ايطاليا، راه تشافوا من الفيروس. راه المضاعفات اللي توصل الانسان باش الموت، لانه مضاعفات على صعيد الرئه، تيكون هناك واحد التنفس صعيب بزاف، وتيكون ثاني اكسيد الكربون تيطلع بزاف في الدم. هذه المضاعفات تلقاوها في هذا الفيروس كورونا تقريبا في اقل من 1%، اقل من 1%، يعني مضاعفات كاينه ولكن قليله بزاف. الا خدينا مثلا 100 واحد، تقريبا اقل من 1% هما تيكون عندهم المضاعفات. حاليا انا شخصيا اظن بان حاليا في المغرب عندنا امكانيات بشريه وامكانيات تقنيه من اجل مواجهه هذا الفيروس وحصره ان شاء الله، باش ما يكونش هناك تفشي ديال هذا الوباء. انا اظن انه قرار صائب جدا، لانه تتشوف في العمره، تتشوف الاحتكاك والاكتضاض اللي تيكون في الحج ولا تيكون في العمره. بطبيعه الحال تيكون انسان واقف حدا انسان اخر، يعني انسان يسعل ولا يعطس غادي يعادي الناس بزاف، غادي ناس اخرين. يعني تيبان القرار اللي خدته المملكه العربيه السعوديه قرار صائب جدا باش نحدوا من العدوى. اللي باغي نوضح ايضا للمشاهدين ديال القناه بان فيروس كورونا راه كاين، يعني الناس ما خصهمش يدخلوا في واحد ياخذوا المساله كمهزله معينه. الفيروس كاين وكاين على الصعيد العالمي، والفيروس تيدي الوفيات بالاخص كما اشرت ليه المضاعفات تكون اقل من 1%، ولكن الفيروس كاين. وحاليا عندنا على الصعيد الوطني امكانيات باش نكشفوا عليه باش نلقاوه، لانه السيد اللي كان حاليا في المستشفى مولاي يوسف مثلا درنا داروا التحاليل عن طريق الانف وعن طريق الفم اللي بينوا بان كورونا فيروس كاين وموجود.